السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية جديدة لاخواتنا في الله، واللي حابب يتواصل معانا واتس، الرقم امامكم، اللي حابب يتواصل معانا واتس فيها العلاج السحر وعلاج المس وعلاج التعطيل وجميع العلاجات باذن الله تعالى. اللي حابب كشف برضو عشان مش بنلحق في البث المباشر بنكشف على الجميع، اللي حابب كشف يدعم الفيديو بشكرا ويعمل سكرين ويبعت على الواتس وان شاء الله هنرد عليه مباشره باذن الله تعالى. نبدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءه جديده وحصريه على قناه اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الجدي. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله. كشف وكنت بتعاني من السحر او من المس او من التعطيل او من تابعه، معنا اخر الفيديو ان شاء الله هديك العلاج باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، بس فضلا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكاشف، برد الجدي، صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، في طاقة رزق، طاقة حظ، طاقة فتح باب كان معقد معاك، كان مقفول معاك. بسم الله، يعني ما شاء الله وجهكم هيكون منور، نجمكم هيكون عالي في السماء. شايف عندك هنا حدا تدخل فيها هتربح فيها بإذن الله تعالى، شايف عندك هيكون ربح، فيه ربح وفي ثقة بالنفس الفترة اللي داية. شايف هنا كمان انتوا عندكم هنا شايلين هم، شايلين مسؤولية، شايلين حمل، شايلين يعني حدا تقيل عليكم. شايف ان انتوا شايلين حمل تقيل عليكم، هتكسر الحمل ده، هتتخلص من الحمل اللي انت شايله، هتخلص من التعب اللي انت شايله بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا طريق في طاقات إيجابية، في طريق قدامك هتمشي فيها بإذن الله تعالى، أنت داخل فيها خلاص، طلعت من اللفة العراقيل أو التعب، داخل في الطريق اللي فيها فرحة، فيها رزق، فيها السعادة ليك بإذن الله تعالى، اسمك هيلمع في مجال شغلك ومجال عملك. اسمك هيلمع بإذن الله تعالى، عندك في الشغل، أنت مقدم على شغل أو داخل في مشروع أو مستني زيادة، أنا شايف في ربح دايلك من مجهود. ربح كبير دايلك من مجهود، سواء مشروع داخل فيه او زياده راتب او مقدم على وظيفه ديالك باذن الله تعالى. بس انا شايف ان انتم بتيدوا على نفسكم علشان ترضوا الناس اللي معاكم، فبلاش تيدوا على نفسكم علشان ما تقللش من شانك، علشان ما تقللش من شانك، علشان الناس اللي انت ديت على نفسك عشانهم ما تمرش فيهم اللي انت عملته معاهم، او ما تمرش الخير اللي انت عملته، او ما تمرش ان انت ديت على نفسك علشان خاطر ترضيهم او تساعده. فانت هنا شايفك انت بتداري حاجات كتير في قلبك، بتداري حاجات. الطاقة الإيجابية هتكون عندكم مفتوحة الفترة اللي جاية، في طاقة إيجابية هتكون مفتوحة وفيها استقرار بإذن الله تعالى، عندك استقرار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. بسم الله الكاش، الدائرة دي مقفولة، الدائرة دي مقفولة، الخروج منها هيكون في فرحة، بس أنا شايف إن أنتم مقيدين، يعني مقيدين من علاقة، عايزين تنفصلوا منها، عايزين تمشوا، عايزين تطلعوا منها. بس انا شايف عندكم خبر، الخبر ده متعلق بيكم، الخبر ده هيكون في فرحة كبيرة ليكم، في فرحة كبيرة ليكم، سواء ممكن هتسمعوا خبر، خبر هيسعدكم، حادة هتسعدكم، شايف بس عندكم حادة عاملة لكم أذى، حادة تعباكم، حادة خنقاكم، شايف عندكم يعني بس بإذن الله في طاقة إيجابية، طاقة هتخليك تنتصر على ناس تعبتكم أو ناس أذتكم. لان انا شايف في ناس بتاذيكم، بتاكل معاكم وبتشرب لكن بتتكلم عليكم، مأذيتكم بكلام كتير، كسرت قلبكم. شايف في انفراجة مالية من بعد الضيق، من بعد الخنق، من بعد التفكير الكتير، في طاقة، في فرحة. انت بتحاول ماشي في النداع، بتحاول توصل، لكن دايلك الرزق، دايلك رزق انت ما كنتش تتوقعه، في رزق دايلك ما كنتش تتوقعه. شايف عندك برضه هنا في لقاء مع حد ليه سلطة، لقاء مع حد هيساعدك هيدعمك، في لقاء مع حد ذي سلطة. شايف عندك هنا في صلح، في صلح بإذن الله تعالى مع حد. بس أنا شايف إن البعض منكم مطعون، طعنة مش قادر ينسى الجرح اللي هو فيه، طعنة كسرته، تعبته من أقرب الناس ليه، يعني شايفك مظلوم، مكسور، مجروح، الناس دي اتكلمت عليكم بسوء.
شايف ان البعض منكم عنده اطفال، يعني عندكم اطفال دايما بتشتكي من تعب او الم اسنان، او انا شايف لا انتم مودين اطفال عند الدكاتره، شايف في دكاتره بتودوها الاطفال بتودوها عند الدكاتره، ربنا يشفيها رب العالمين. شايف ان عندكم تبشرات حلوه جدا باذن الله تعالى، تبشرات فيها خير، فيها طاقه ايجابيه، في تغيرات ليكم باذن الله تعالى. شايف عندكم تغير عربيه، تغير مسكن، انا شايف عندك في تغير من مكان لمكان، في خروج سحر من بيتك، هتخرج السحر اللي مسبب لك المشاكل، شايف انها تخرج السحر والحسد من بيتك باذن الله تعالى، لان شايف في طاقه ايجابيه، طاقه شايف بياض، شايف نور حواليك. الخزلان اللي انتم فيه واقعين فيه ده الخزلان، بس احتفظ بسرك وخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك، يعني انا شايفك انت بتدور على الحب، بتدور على الحنان، بتدور على اللي يحتويكم، بتدور على اللي طبطب عليكم، بتدور على توأم روحك. شايف ان انا في بشرة ديالك باذن الله تعالى في الوقت المناسب، بس ارمي اي طاقة سلبية ورا ظهرك، اي غدر او اي حاجة وقعت عليك او كسرت قلبك او جرحك ارميه ورا ظهرك، ودعم الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكشف، عندكم طاقة جديدة فيها فرحة، فيها سعادة ليك، في حاجة في ارض بيتك انت عندك ارتباط قريب، في عندكم يعني اكتر حدا تغير في بيتكم بمنزلكم، يعني عندكم طاقة فرحة، طاقة ارتباط، طاقة زواج، طاقة خطوبة. ان شاء الله تتخطب يا سميرة وتريحينا، ان شاء الله ان شاء الله تتخطب وتتزوج يا سميرة وتريحينا باذن الله تعالى. شايف ان البعض هنا هياخذ قرار حاسم، هياخذ قرار حاسم، يعني القرار ده هيكون فيه خير ليك، فيه فرحة ليك. انت هنا منتظر رسالة او منتظر مكالمة، تفكيرك عمال تفكر منتظر امتى الرسالة هتديلك، امتى المكالمة هتديلك، منتظرها بفارغ الصبر المكالمة او الرسالة، قدامك خطوة واحدة وهتديلك الرسالة، ممكن ساعة ممكن يوم هتديلك الرسالة. بس انا شايف عندك دين بلك مشغول بيه، عندك دين عايز تسدده، او انت مدين حد ومستني الدين دي يديلك. في ناس هنا انت مش مسامحها خالص، ناس اذتك، ناس كسرت قلبك، ناس غدرت بيك مع انك انت ساعدتها وقفت معاهم، بس الناس دي مش كويس، عرفوا يأذيكم الصراحة، عرفوا يأذيكم، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر، السحر اللي عندك تعبك جدا. انتوا ماشي يعني هنا روحانياتكم عالية، الحاجة اللي تحسوا بيها بتحصل، أحلامكم بتتحقق معاكم، عندكم روحانيات عالية بتشعروا بالأشياء، بتشعروا عندكم إحساس عالي. أنا شايف إن أنتوا حاسين فعلاً بطاقة الحزن، وبتحسوا بالحاجة قبل ما بتدخل عليكم أو قبل ما بتيجي عليكم. بلاش تتكلموا كتير، وبلاش تتكلموا مع حد كتير، اكتموا أسراركم. انتوا عندكم ماشي كمية صمت، بس حاول تخرج، حاول تطلع، حاول تغير المكان اللي انت فيه، حاول تغير الطاقة السلبية اللي عندك، ما تخليش تسيطر عليك أكتر من كده. شايف إن البعض عندكم هنا حتى نفسه مسدود على الأكل، ما عندوش أكل، ما تعبان، همدان، مخنوق، مع إن انتوا بتحبوا الأكل شديد، بتحبوا الأكل جدا، بس ما بتقدروش تاكلوا زي الأول، وبشرتكم تغيرت. شايف يعني دايما مشاعركم قوية جدا، شايف برضو ما شايفش الضحكة في وشكم، مع انكم ما تحبوش النفاق، ما تحبوش الكذب، ما تحبوش الغدر. في باب كان مقفول في وشكم، الباب ده هيتفتح قدامك خلاص، الباب ده هيتفتح وفي فضل من عند ربنا، وشأنك هيعلى، هتوصل لطريق لآخر الطريق، وشأنك هيعلى بإذن الله تعالى في العمل، في الراحة، في السعادة، شأنك هيعلى بفضل الله تعالى. انتم ماشي في ظروف صعبة، انا شايف ان انتم في ظروف صعبة الايام دي، لكن ربنا هيسر امركم، ربنا هيسر امركم، وكذا حاجة تتفتح قدامكم وهتفرحكم باذن الله تعالى. انتم بتكرهوا الكذب والخيانة عارف ماشي، لكن انا عارفكم ان انتم صريحين جدا وقلبكم طيب وبتحبوا الصراحة وبتحبوا الخير للناس كثيرة وساعدتم ناس كثيرة، لكن هي ما ساعدتكمش، لما احتجتوها ما ساعدتكمش. شايف عندك برضه انت هنا طريق سفر، طريق سفر، الطريق دي قدامك فيه يعني حد داعم ليك، انا شايف حد يعني انت مسافر له، هو هيدعمك او هو طالب ان انت تسافر له في فسحة او في شغل، بس خلي بالك ان انا شايف في حد عندك مسدون
او تعبان، حد قريب ليك ممكن والدة او والد او حد قريب عليك تعبان ومسدود محتاج دعاء او محتاج دعم او محتاج تقف معاه، انت زعلان عليه، شايف ان انت زعلان، ان شاء الله ربنا يفرد عليه باذن الله تعالى. عندك انفرادات حلوه قوي بعد الضيق وبعد الخنقه اللي حصل معاك وبعد الطاقات السلبيه، عندك طاقات ايجابيه، يعني خروج من الياس اللي انت فيه. شايف هنا بسم الله الكاشف، عندك هنا شايف عندك وكله قلق وخوف، يعني عندك كذا حاجه شغلاك، يعني انا شايف عندك توتر، عندك توتر وخوف. الخوف ده خليك انت شخص بتفكر 24 ساعة، شايفك برضو مش عايز تفتح اي حدا مع حد، مش عايز تتكلم كتير، لكن في الوقت المناسب هتطلع من اللي انت فيه، هتطلع من اللي انت فيه. برضو هنا انا عندك هنا شايف ابشرك، اقدر ابشرك بموضوع حمل او اطفال، لان انا شايف في طاقة اطفال باذن الله تعالى، في طاقة اطفال قريبة خلاص، في منكم حامل وفي منكم منتظر الحمل، في طاقة أطفال بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك إن أنت هتطلع من اللي أنت فيه، حاول تهدي نفسك وتخلص من السحر اللي عندك، السحر اللي عندك حاول تخلص منه، هو اللي تعبك، هو اللي عامل لك تعب في الظهر، هو اللي عامل لك تعطيل، هو اللي عامل لك وقف، هو اللي عامل لك مفيش خطوبة أو ارتباط مكتمل معاك، هو اللي تعبك جدا السحر. وان شاء الله في اخر الفيديو هديكم العلاج باذن الله تعالى. الوضع هيتغير معاك يعني بحدة كبير جدا، هيتغير معاك، بس خلي بالك واحذر، احذر من الناس اللي حواليك واكتم اسرارك، اكتم اسرارك، على شايفك انت يعني متوتر او عصبي محتار من التفكير، بلاش الكلام قدام الناس، وبلاش اللي على قلبك يكون على لسانك، مش كل الناس اللي بتحب لك الخير زي ما انت بتحب الليل. البيبان هتفتح قدامك باب الخير وباب السعاده وباب الرزق، منتظر مال دايلك باذن الله تعالى، دايلك مال باذن الله تعالى من حيث لا تحتسب. شايف عندك احواله، الاحواله دي ديالك يعني فيها مال، انت مسلف حد او حد هيديك مال، او احواله ديالك او دين دايلك، لان انا شايف في مال دايلك بإذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أنت بتشتري منزل أو بتشتري سيارة أو نفسك تشتري سيارة، لأن أنا شايف في طاقة مسكن جديد أو طاقة بيت جديد هتشتريه، بس أنا مش شايف إن أنت بتكمل مبلغ من المال أو بتجهز مبلغ أو مستني رد وراح تخلص. في هنا أوراق عندك في المحكمة، أوراق بتخلصها في المحاكم أو قضايا بتخلصها، هتخلص بإذن الله تعالى، وهتحصل للي انت عايزه في الوقت المناسب، هتحصل على اللي انت عايزه في الوقت المناسب، خلاص هانت، هتحصد الخير اللي زرعته، هتحصد الخير اللي زرعته، هتاخذ الطاقة بتاعتك، هتاخذها، بس أنا عايزك تبعد عن الطاقات السلبية، الطاقات اللي بتجيب لك توتر، اللي بتجيب لك من وراها المشاكل، أنت ساعدت الناس لكن وقعتك في المشاكل، وقعتك في الضرر، هي اللي أذتك وخرجت منهم. فبلاش تقف مع حد ما يستاهلش ان انت تساعده، ما يستاهلش ان انت تدعمه، على شايفك انت بتيأس كتير. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا، ربنا ينديك، ربنا انا شايف شأنك هيعلي في المال وفي السعاده وفي الفرحه باذن الله تعالى، داخل على سعاده، داخل على ايام حلوه، بلاش التفكير الكثير والتوتر، داخل على سعاده باذن الله تعالى، داخل ربح على المال من رزق مال، فرحه، شراء بيت او شراء سياره، الحظ عالي، لقاء مع حد، لقاء دي في خير، في فرحه، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رساله ديالك، رساله فيها فرحه ليك، فيها سعاده، انت منتظرها باذن الله، بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة، شايف في بشرة بمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية، شايف في بشرة بمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي أذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك وهيردعوا، لأنك يطلبوا منك السماح، لأن أنت
قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيديلك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيديلك العكس. شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك، شايفك هنا برضو زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان مخنوق متضايق قلبك مكسور حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الكاش، ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، بتقول يا رب وفقني يا رب اكرمني. عندك دعوة بإذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، هم اللي غدروا بيك، اقرب ما ليك هم اللي غدروا بيك، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك بإذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك، الناس الحقودة، الناس اللي عايزة تأذيك، عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي، انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك بإذن الله تعالى ناجحة، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح، بس عندك اصدقاء خبيثه، اصدقاء حابه توقعك في شر اعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا نوع على سفر، نوع على سفر خارج البلاد، مستني دعم او مستني لقاء مع حد او مستني مكالمه، شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشده، في حد هيساعدك ويدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تخش حدا من حد، خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب، خلي بالك من السحر كما قلنا. فخلي بالك، خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بحاول يأذيك، بحاول يطعنك، بحاول يكسرك، بحاول يأذيك. خلي بالك، انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه، الشخص ده مسدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده، ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله الكريم. شايف هنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال، بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر او عايزك تنتصري. سيب كل حاجة على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهه حلوه، المواجهه دي فيها خير بمشيئه الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هذه الايام دي هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المره دي هتكون في مواجهه وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لأن شايف شخص مقرب لكم، فخلي بالكم وكون حذرين. بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك أو طالع من بيتك مش كويس، أنت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في أرض بيتك فيها فرحة، في فرحة في أرض بيتك، عندك انفراجات حلوة بإذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى، عندك كما قلنا ممكن نقول فرحه، ارتباط او زواج او عرس لاحد قريبك في اهل بيتك، يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحه بقدره الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي داي خارد، مفيش حدا قاعده معك مكتمله،
ان شاء الله دايلك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحه، لانك انت ظلمت كتير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من اقرب مليك، ربنا هيعوضك باذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد الفتره اللي جايه، شايف هنا وانتبهي الفتره اللي جايه عندكم خير، عندكم السكه فاضيه، عندكم خير، عندكم السكه فاضيه، حاولوا ان انت تكسبوها، حاولوا ان انت تكسبوا هذا السكه. انتوا حاسين ماشي ان الامور معقده امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوه، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشه في المتزوجين، مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقه، ضيق، نفور، واكثر حاجه المشاكل بدون اي اسباب. واللي لسه ما ارتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في الم في العمود الفقري، والم في الرجلين، وزياده الصداع، وزيادة التعطيل والنفور في الزواج. هذا من السحر، السحر كما قلنا أحببنا في الله من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين، شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب، إن شاء الله فيها صلح بمشيئة الله تعالى. شايف هنا في محاكم أو في قواضي بينكم وبين حد او حد معين، لان شافكم بتخلصوا هنا، عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى، عندكم محاكم. شاف هنا في رزق دايلكم وبشرى بفضل الله تعالى فيها فرحه ليك. شايف هنا في غيمه، غيمه على وشكم، الغيمه دي في تفكير، في غيمه، في تفكير، في حد بيحاول ياذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول لي يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله فيه خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل، القراءة عامة اخواتنا في الله رجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خد اللي طابق ليك احبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف انها تتفتح قدامكم ببان حلوه، هيكون فيها سعاده، فيها سعاده، فيها فرحه، يعني في راحه بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم، تعبتم تعب كبير. ربنا هييسر امركم، ربنا هييسر امركم وهيكرمكم، هيكرمكم باذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليؤس، طلع الاحباط، طلع الضيقه، طلع الخنقه، طلع اللي عندك. شايف المشكله اللي عندكم مسبب لكم الازمه والحيره، انتم هتحلوها، هتتحل بمشيئه الله. انا يعني شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه، لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت. كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك راح تتفتح مره اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيره جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقله، فيه الراحه ليك، فيه السعاده. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحه وفيه السعاده ليك باذن الله تعالى. هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجك باذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحه وفيه السعاده ليكم بمشيئه الله. خلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا احبابنا في الله اللي عندكم، كي تفتح معاكم الابواب، لان السحر عاملكم طاقات سلبيه كبيره جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم، مش كل الناس اللي تفتكروها احباب ليكم بيحبوكم بيتمنوا لكم الخير. كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم، يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حاجه للناس دي، اذيتك ليه، سحرتك ليه، هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم، مش حابين انت تكون متقدم بخطوات عنهم، مع انك انت ما اذيتهمش، ما عملت لهمش اي شيء، قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابع أو من قرين داخل القناة، جميع الإعلانات واللي حابب يتواصل معنا مع الشيخ يوسف الرقم أمامكم واتس يتواصل معنا، وإن شاء الله نكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم.